تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مؤسسة رحال إيفنت الدورة الثامنة لمعرض كريماي بمدينة الدار البيضاء اليوم الاثنين، حيث أن المعرض اهتم في هذه النسخة بجوانب الإيكولوجيا والإنصاف في قطاع مهن الطبخ والضيافة، ليكشف الفاعلون الاقتصاديون والمهنيون عن مؤهلاتهم لاستقطاب اهتمام حوالي 20,000 زائر مهني من المغرب ومن الخارج. كما كتشوفوا عندنا تقريبا اكثر من 200 عارض اللي كي ريبريزونتي واحد 700 ماركه عالميه في 14,000 متر مربع، وكذلك كما كتلاحظوا كاع العارضين كيحاولوا يبينوا احسن المنتوجات ديالهم واحسن الاكيبمون ديالهم اللي اخر كاين على السوق العالمي. وهذا العام حاولنا نكونوا نبقاو في الايكولوجي باش ما يكونش واحد القطاع على لاكوب 22 اللي كانت ناجحه الحمد لله على جميع الجهات، وكذلك بالنسبه للناحيه ديال الطبخ، لان مجموعه رحال هي اللي قامت بالتنظيم وكان الحمد لله اقبال متميز، لان حاولنا نعطيو الكوزينه ديال العالم كامل. عطينا لاكوزين ماروكان، عطينا لاكوزين ازياتيك، عطينا لاكوزين ليبانيز، عطينا جميع انواع الكوزينات. وهذا هو باش كنعرفوا بان احنا الطباخ المغربي قوي، زعما كيندمج وكيقدر يعطي اي حاجه في لاكوزين انترناسيونال. مسابقات وطنية افتتحت اليوم، سيشارك فيها على مدار 4 أيام المؤهلون من الدوريات الجهوية لرؤساء المطابخ، والتي نظمت في 4 جهات بالمملكة للتباري في المسابقة الوطنية النهائية عبر الدوري الرسمي لرؤساء المطابخ، وذلك لحجز مقعد في الفرق الوطنية وتمثيل المغرب على المستوى الدولي. هنا جينا كنمثلوا شركه اكبال ديال الشوكولا، سي لا سول سوسيتي في المغرب اللي كدير شوكولا دو ا ا زد، ولا اوني اون تران دو فير دي ديمونستراسيون بور لي كليون بور لي فورنيسور ديالنا، يجيو يشوفوا لو برودوي لي نوفوتي اللي عندنا. وبالنسبه حتى لي زيليف ديال لي زيكول اوتوليير والتوريزم حتى هما يشوفوا لو برودوي ويعرفوا لو برودوي ديالنا. وبالنسبه للنهار الاول راه الحمد لله راه كاين اقبال مزيان. كنشاركوا حنا لو سافر هنا في المعرض كريماي، كل دوره دائما كنشاركوا، الهدف ديالنا هو نتقربوا وكيكون ملتقى مع الناس اللي في ديال الحرفه، سواء في الدومين ديال الحلويات او الخبازه. حنا هنا ما عندناش دور اقليميا وطنيا، حنا كنتبعوا حتى السياسه ديال البلاد، يعني حنا عندنا دور حتى على المستوى الافريقي. جينا نبريزونتي برودوي ديالنا اللي هو شوينغوم انرجيزونت اي لي فيول سان شوينغوم ناتشورال 100%. C'est pour éviter le stress et la fatigue. Par exemple, qui connaissent d'une énergisante, le vent, prix. على مدى 8 دورات استطاع كريماي أن يجمع كل مكونات نجاح معرض مندمج يشمل الأعمال والحميمية، وأن يكون موحدا وخلاقا للتوجهات المندرجة في استراتيجية تنمية السياحة الوطنية، مع انفتاحه على إفريقيا والترويج للمنتوج الوطني في جميع أنحاء العالم.